اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت العلي الكبير والسميع البصير والواسع القدير الذي بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. إذا شعشع نور معرفتك في قلب امتلأ خشية ورجاء ومحبة، ولم يزل متمسكا بأذيال تلك المعاني مترقيا رتبة بعد رتبة حتى تدخله في رحاب الأحبة. لك الحمد أرسلت إلينا أعرف الخلق بك وأعلمهم بك وبأحكامك وآياتك وجلالك وعظمتك، فوسع قلبه ما لم يسعه غيره من العالمين، فجعلته المرسل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إليك بإذنك وسراجا منيرا. أدم صلواتك على هذا السراج المنير سيدنا محمد، وعلى القلوب التي شعشعت فيها أنوار تعريفه بك ودلالته عليك، خصوصا آله الأكرمين وصحبه الغر الميامين وأهل متابعتهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ففي هذا القدوم إلى حيث تتوالى أنوار العناية من الحي القيوم بإقامة الدروس المحمدية لإحياء سيرتي وسنتي ومنهج السيد المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنوايا رسخت في الوجهة إلى الله تبارك وتعالى، من عند الشيخ عبد اللطيف إلى أبيه الشيخ محمد بلقايد إلى شيخه الشيخ الهبري، بسلاسل إسناد مضيئة إلى خير العباد خير البرية، صلوات ربي وسلامه عليه. في هذا القدوم إلى هذه الرحاب وهذا الدرس من الدروس المحمدية في هذه الليلة، ندرك حقيقة من الحقائق نحتاج إليها ويحتاج إليها معنا جميع الخلق في شرق الأرض وغربها مسلما وكافرا، إلا أن مسؤوليتها علينا معشر أهل الإسلام، وشانها موكول إلينا يا من أودع الله في قلوبهم نور الإيمان، فإنها حقائق يقوم بها الميزان، وإذا قام الميزان بلا اختلال ذهبت الفوضى والآفات وسوء الجدال وسوء الأحوال وسوء الأقوال والأفعال، فما انتشر السوء في شيء من هذه الشؤون إلا باختلال الميزان الذي له الناس ينظرون وإليه يتحاكمون. ولقد قال مولانا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ولم يقل ليقوم المسلمون بالقسط ولا الذين آمنوا بهم، ولكنها أمانة إذا فقهها أهلها أقاموا شوكة الميزان بالقسط لجميع من على ظهر الأرض. هذه العظمة في هذه المواريث النبوية والأمانة الربانية التي تسلسلت عمادها وأساسها علم يقود إلى حقائق الخشية. الخشية ممن؟ الخشية ممن لم يكن شيء إلا به، الخشية ممن لا يكون شيء إلا به، الخشية ممن بيده الأمر كله جل جلاله. إنها حصون حصينة وكنوز ثمينة، من ظفر منها بنصيب تهيأ للقاء الحبيب والقرب من القريب في مجال تقريب جل عن ذكاء الفطن اللبيب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، عطاء من الحميد المجيد، هو الحري أن يسمى بالمزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
أيها الأحباب، أيها الأطياب، أيها السامعون للخطاب، عند ضياع القيام بحق هذا الميزان وفوت الذوق والوجدان لشؤون هذا العرفان، يحصل الخلل ويعدم الاتزان، وتطلع على القلوب الأدران والران، ويفسد الجهاز المتهيئ لإدراك سر الخشية، لأنه لا تقوم الخشية إلا على معرفة وعلم نقرأه صريحا في قول ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا يقوم هذا العلم والمعرفة بالله التي هي خاصية الإنسان العظمى وشرفه الأسماء دنيا وآخرة إلا بجهاز هو القلب. هذا الجهاز إذا فسد ولم يقبل نور المعرفة فصاحبه فاسد، وإذا دام به الحال حتى الموت ففساده أبدي والعياذ بالله تبارك وتعالى. فجدير بعقلاء المؤمنين خاصة أن يلفت النظر إلى هذا الجهاز الضخم العظيم الذي هو آلة المعرفة بالله العلي العظيم جل جلاله وتعالى في علاه. وبذا أدركنا الثقافة التي انتشرت في عهد الصحابة والتابعين عن مسمى العلم وما هو العلم وما حقيقة العلم. يسأل رجل الشعبي يقول: أفتني أيها العالم في مسألة كذا، فيقول الشعبي: إنما العالم من خشي الله، إنما العالم من خشي الله جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك يقول الإمام مالك عليه رضوان الله كما جاء أيضا عن ابن مسعود نفس المعنى في المقال: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يقذفه الله في القلب. وبذلك يقول بعض الصحابة عليهم رضوان الله: من لم يخشى الله فليس بعالم، فليس بعالم. يقول مسروق عليه رضوان الله تعالى: كفى بالخشية من الله علما، وكفى بالاغترار والرضا عن النفس جهلا. هذه الخشية إنما تكتسب بذلكم العلم النافع الذي يصون العبادة عن تجاوز الحدود وعن الخروج عن المنهج الذي ارتضاه عالم الغيب والشهود جل جلاله وتعالى في علاه. أجلى معانيها وأظهر حقائقها تستجلى في حياة المصطفى وحياة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاستمساك بسنتهم وهديهم عليهم رضوان الله كتاباً وسنة. في الكتاب نقرأ قول مولانا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال: والذين اتبعوهم، أثبت لهم تبعية، جعلهم مرجعية يرجع إليهم في الاتباع، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب، عندما نفقه سر العلم والخشية وندرك المعنى الذي به تقوم ثقافة الوعي في الإسلام، ولقد صدق القائل وهو يقول: العلم خشية كله يعرف بذاك أهله، العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال
وليس بالأقوال وكثرة الجدال. وجاء عن وهب بن منبه قال: قدت ابن عباس بعد أن عمي فأدخلته المسجد الحرام، قال: فسمع حلقة عند باب بني شيبة يتجادلون، قال: فصلى ثم قال لي: خذ بي إلى هؤلاء المتجادلين، خذ بي إلى أهل الجدل، قال: فوقف على حلقتهم فأرادوه أن يجلس معهم فأباه، ولكن قال: أيها القوم، من أنتم؟ انسبوا إلي أنفسكم أعرفكم، قال: فانتسبوا، فقال: لقد كان في من قبلكم من أسكتته الخشية وهو فصيح، ومن أسكته هيبة الله جل جلاله، أولئك هم الفصحاء البلغاء النبلاء، نازل قلوبهم نور جلال الله جل جلاله، فعمدوا إلى الأعمال فقاموا بحقها جاهدين، فأين أنتم منهم؟ قال: ثم مضى، فما اجتمع بعد ذاك اليوم اثنان منهم في ذاك المكان في الحرم الشريف، نبههم إلى ما هو حقائق العلم، وكيف يؤخذ العلم، وكيف يستفاد من العلم. عند ذلك يجب أن نعرف أن العلم بهذه الصورة إذا اتسعنا في معناه فإن ندعو العقل في العالم إلى أن جميع المعلومات الصحيحة ولو في الماديات والكونيات يجب أن تقود إلى الاستمساك بالعدل والبر والمعروف، يجب أن تقود إلى إنصاف المظلوم من الظالم، يجب أن تقود إلى إعطاء الناس حقوقهم، وإلا فالمعلومات مهما كثرت والقدرات والإمكانيات مهما توفرت فإنها ستستخدم فيما يضر الناس وفيما يفسد الناس وفيما يجلب البلاء على الناس، كما نرى آثار كثير من الأجهزة والتطورات والإمكانيات كيف استعملت في عالمنا، كيف استعملت في عصرنا، كيف استعملت وماذا أحدثت في واقعنا. هذا العلم على وجه العموم، أما العلم بالله وبشرعه وبأحكامه فشأنه أنه الأعظم الذي يقودنا إلى أن نستعمل جميع الإمكانيات والمعلومات بنور خشية الله تبارك وتعالى، وحينئذ ندرك ما قال سيدنا الصحابي خبيب وهو بمكة المكرمة: